مقاوم للتشغيل الطويل وايضا مقاوم للاتربه. عندنا هذا الحوض الداخلي راح يكون من الكتان ويعني فلتر كلش قوي، وايضا تقدر تسحب بها مي وتقدر تسحب بها اوساخ، لكن المي بحدود شيء قليل يعني ما تقدر تسحب بها كميات كبيره. هلا. لا مش نصور للفيسبوك، الفيسبوك شويه كاميرا صغيره بطوليه فشرحنا لهم عليه، وانتم جماعه اليوتيوب هسه جينا عليكم. بهذا الفيديو راح نتكلمكم على اسعار مكانس الباناسونيك بالعراق. طبعا هي تجي بحجمين، حجم ال 15 لتر وحجم ال 21 لتر كاكبر حجم. راح نشرح لكم على تفاصيلها ونشرح لكم على الاضافات اللي تجي بيها ونشرح لكم على قدرات الموتور والتصنيع وشلون تعرف الاصلي من التقليد، وايضا فرق بين ال 21 وبين ال 15 لتر. بالنسبه راح نبدا اول شيء ال 15 لتر. اول ما تجي عليه علاوي راح تلقي مكتوب هنا 15 لتر. طبعا تجي بقاعده متحركه، خلي اشد لكم هاي اول شيء، تمام انتظرون شويه. تجي بهاي قاعده متحركه، تقدر تشيلها او تقدر تخلي بهاي البرميل وتكبسه، راح يكبس عندك ويثبت بعد ما يطلع. طبعا عندنا هي 1500 واط و15 لتر مكتوب عندكم. ماركة باناسونيك اصلي اذا تقدر تقرب عليها، اكو تجار يقلدوا بيه سموه بوناسونيك او باناسونيك، حرف الاي حولوا اي، لكن هنا اسم الباناسونيك يعني واضح عندكم، تمام؟ واضح علاوي؟ تمام. وايضا تقدر تاكد من التصنيع مالتها موجود لي ورا، او تكتب الموديل مالتها على الانترنت راح يطلع لك شكلها وموديلها ومواصفاتها مطابقه لهذا المواصفات. تصنيع ماليزي اصلي، ضمان لمده 10 سنوات، موديل مالتها مكتوب عندكم هنا ام سي يو ال 690 كي. هذا الموديل حجم الزغير، هذا يعتبر الحجم الصغير بالنسبة لمكانس الباناسونيك. خلينا نفتح لكم الداخل مالته ونشوفكم الملحقات اللي تجي وياها. أول شيء عندنا هنا بور السحب من عن طريقه ينسحب الهواء، وعندنا هذا بور الدفع إذا أردت تدفعها وتخلي الصوندة منه وتكبسها ويفتح عندك. بالنسبة لفتح المكنسة عندك هاي ليط اثنين حديد تفتحها راح يفتح عندك. بالنسبة للماطور مالته راح يجي بيه فلتر إضافي اذا تلاحظون، وعندنا الملف مالته راح يكون نحاس اصلي، تشوفون النحاس المستخدمينه جوا هذه القطعه، وملف الماطور راح يكون مقاوم للتشغيل الطويل وايضا مقاوم للاتربه. عندنا هذا الحوض الداخلي راح يكون من الكتان ويعني فلتر كلش قوي، وايضا تقدر تسحب بها مي وتقدر تسحب بها اوساخ، لكن المي بحدود شيء قليل يعني ما تقدر تسحب بها كميات كبيره من المي. تجي هاي القطعه المناطق الضيقه، وتجي ايضا قطع التنظيف الاعتياديه التي تجي ببقيه المكانس. طبعا هذا البور الموجود بيها بالاضافه الى قطع التنظيف الاضافيه. الحوض مالت راح يكون ستانلس ستيل بالكامل، تمام اعزائي. هاي مواصفات ال 15 لتر. طبعا الواير مالتها راح يكون قياس 5 امتار، يعني ما راح يتعبك بالتنظيف او يتعبك بالتنظيف، ما تحتاجين سياره. اما بالنسبه لل 21 لتر، 21 لتر اول فرق بينها وبين ال 15 الحجم مالتها، تشوفون خليني اقرب لكم اياها، تمام؟ هلا بين الفرق؟ تشوفون اول شيء فرق بالحجم، ال 21 لتر راح تكون اكبر من ال 15 لتر، وايضا الفرق الاضافي خلينا نفتح لكم اياه راح يكون بالماطور. اذا تجي تشوف ال 15 لتر ماطور هيكون اصغر، وتشوفون هذا النتوء الطالع، النتوء الطالع بالنايلون، هذا راح يكون المروحه. شوف حجم المروحه ايش كبره مقارنه مع المروحه تكون سطحيه بال 15 لتر، راح يكون سحب اقوى ل 21 لتر لانه راح تكون 220 واط. ايضا اكو نقطه مهمه اذا تجيني علاوي، الفرق بينها وبين ال 15 اذا تلاحظون المصفي مال 25 راح يكون مثل يعني قماش كاوبوي او كتان، او يعني طبقتين يصير من الكتان مو طبقه واحده. بالاضافه تشوفون الفلتر مال ال 15 بيه فتحات، لكن هذا نهائيا ما بيه فتحات، يعني بصعوبه جدا راح تدخل ذرات تراب، فراح ينظف لك بشكل كلش قوي ويمنع خروج الاتربه من البوري. اضافات تجي بيها هاي قطعه مال التنظيف، وايضا قطع التنظيف الاعتياديه الموجوده ببقيه المكانس. حوض كامل، تمام، راح يكون من ستانلس ستيل، وايضا راح تكون بيه قاعده متحركه مالتها. خليني اشوفكم اول شيء الواير مالتها راح يجي بطول 5 امتار، ايضا يعني بطول ال 15 لتر، تمام.
وبهاي القاعدة راح تكون متحركة، تقدر تسويها برميل ثابت أو تقدر تخليها على هاي القاعدة المتحركة. طبعا هاي إذا تجي تشوف ليها علاوي 220 واط 21 لتر، شوفوا مياه. هذه فتحة السحب من هنا، نظام التوربو بلاس، هذا الموديل مالته MCUL635، وهذا اسم الشركة. والكرتونة مالتها تجي هيك حتى يعني ما تنغشون أعزائي. هاي كرتونة ماركة باناسونيك أصلي، هاي شكلها وهاي الموديل وهذا الباركود إذا تتأكدون إذا كانت أصلية أو لا. لا تعال شوية. بالنسبة للتصنيع، تصنيع راح يكون أيضا ماليزي مثل ما تلاحظون، ميد إن ماليزيا. أنا تعبت شوية، صارت حارة ها. فبنهاية الفيديو أتمنى تكونون تستفادون من هالفيديوهات اللي قاعد نقدمها، ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، وحياكم الله وألف هلا بيكم. علاوي أريد لقطات مثل ما عودناهم، يعني لقطات للمكانس حلوة. خلا بعد لك إياها، يلا لقطات حلوة أريد إرهن. طبعا تجي وياهن بواري علاوي، الاثنيناتن يجن بيهن بواري، يعني ملحقات المكانس الأصلية بس بالكرتون. احنا ما يحتاج نشرح لكم عليها لأن هذني أساسيات بكل مكنسة يجن. وتجي القطعة مال التنظيف، خلا أشوفكم إياها. القطعة مال التنظيف تجي وياهن أيضا، والقطعة الأساسية اللي تكون ببقية المكانس. في أمان الله.